السلام عليكم. اليوم نروح الولاية عند بجاية لنعرفكم على واحد من أكبر المشاريع لتصفية المياه في الجزائر، واللي يعد آخر ما تم إنجازه في هذا الميدان، يعني آخر محطة لتصفية المياه التي تم إنجازها مؤخرا، واللي سوف تساعد في تطوير القدرات نتاع الولاية في توفير مياه الشرب وكذلك مياه الري، واللي أكيد يساهم في الحفاظ على البيئة. هذا أمر مهم جدا، وينقص من خطورة التلوث، ويساعد على محاربة الأمراض لي مالادي ا ترانسميسيون هيدريك، الأمراض المتنقلة بواسطة المياه. إذا نخليكم تتابعوا هذا المشروع اللي تم إنجازه في ولاية بجاية، والسلام عليكم. من سد تشيحاف مباشرة إلى أكبر محطة لمعالجة المياه بأثرزين، محطة دخلت حيز الخدمة بطاقة إنتاجية تقدر بخمسين ألف متر مكعب يوميا ليتنفس بها الساكنة الصعداء. نفرح مرات فكنا منا جنينا تشيحات أدسون توكسو الدار إن شاء الله، ويزران ينزاث توري أرتيزي مازال ندوه من الغاشي ماذا بيه وما تسن كلس طلبوا الماء بارسيالمون لا ريجون تاع عيطرزين هكا اون فاشولاجي واحد 70% تاع السكان تاع البلديه، ان شاء الله نكملوا ونولي البلديه واحد اخرين اللي راهم ينتظروا في هذا المشروع. هو مشروع هام ومتكامل يضم خزانين بسعه 1500 متر مكعب للواحد، وثلاث محطات بسعه ضخ تعادل 70000 متر مكعب يوميا، فضلا عن تجهيزها بأربع وحدات لتحضير المواد الكيميائية الموجهة للمعالجة. تمت إنجازها من سواعد جزائرية. الميزة تاعها أنه تمشي يعني أوتوماتيك أبارتير دو لونتري جوسكا لا سورتي إي كومبري لو كونترول دي زوفراج أون لين أون ماتيير دو ستوكاج دو ديستريبيسيون. هذه المحطة ستسمح بتزويد المياه الصالحة للشرب لفائدة ست بلديات. أشرفنا اليوم على وضع حيز الخدمة لمحطة معالجة المياه، ستسمح بالتزويد بالماء الصالح للشرب، وهذا تدريجيا لست بلديات الواقعة جنوب ولاية بجاية، وهي أيترزين، إغيل علي، بوجليل، إغرم، بني منيكش، وتازمالت. هذا المشروع الهام يدخل في إطار التدابير والترتيبات المتخذة لضمان تزويد المواطنين بمياه صالحة للشرب، وهذا تنفيذ للتعليمات السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بهذا الشأن. محطة معالجة المياه بأثرزين واحدة من بين المشاريع التنموية الهامة المسجلة بولاية بجاية، ما يسمح بتحسين تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية.